السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايكروسوفت عملت حساب للكوبايلوت على التليجرام. معنى كده ايه؟ ان انا اقدر وانا فاتح التليجرام اقدر ان انا اسأله اي سؤال وهو يجاوب عليه. وتعالى نسأله اي سؤال. صباح الخير. من أنت؟ هو بيقول لنا يعرفنا بنفسه. ممكن تسأله مثلا كم عدد دول العالم؟ ما هو أقوى ذكاء اصطناعي؟ فانت بتعمل شات على التليجرام مع الذكاء الاصطناعي. عدد دول العالم بيقول لك حسب الامم المتحده 195 دوله. مصادر اخرى بيختلفوا، بيوصلوا 106. يعني في دول موجوده لكن الامم المتحده مش بتعترف بيها. تمام. رشح لي مكان لزيارته في اجازه الصيف. تمام. قال لك على شوية مواقع زي جيميناي، عربي اي اي، في تطبيقات على الاندرويد. وبرضو بيديني ريفرنس للمراجعة. دي ميزة كويسة. فلو انت بتستخدم التليجرام هتستمتع مع مايكروسوفت كوبايلوت. قال لك اول حاجه قطر، بحيره الرياض، جزيره لاديجو في سيشل. طيب اقول له مثلا افضل طريقه لتعلم لغه جديده، ومن خلال الاجابه بتاعته نبدا نجهز له سؤال تاني. فبيقول لك اعرف نمط تعليمك، سامع بحركي، اتعلم النطق، ركز على القواعد، تحدث مع الاخرين. ممكن تقول له ايه افضل موقع ممكن الواحد من خلالها يتعلم، يستمتع مع الاخرين، رشح لي افلام اتفرج عليها، الحاجات دي كلها. فتستمتع ان شاء الله بالحديث مع الكوبايلوت على التليجرام.